ودايما قبل ما ابدا الكلام بصلي على النبي سيد الانام. هو غاب عن الدنيا بس لا يزال سيدها، هو باب الوصول واصل الاصول سيدنا النبي، نور الجمال وسر القبول، اصل الكمال وباب الوصول، اكرم نبي واعظم رسول، بالصدق موصوف وبالرفق معروف، نور النور وسر السرور، نور الانوار وسر الاسرار. بيقولوا ان العظماء 100 اعظمهم سيدنا النبي. انا بقول لهم لو زودتوا 1000000000 على 100 هيفضل هو سيدها وتاج راسها، هو اعلاهم واعظمهم. يطول في حبك الكلام يا سيدنا النبي، ونعيش دايما في حبك يا سيدنا النبي. نفسي اشوفك واملي عيني فيك وافضل احبك، ده اللي شافك داب في هواك، اصل حبك هو الحب يا سيدنا النبي. خايف تكون زعلان مني او زعلان مننا، بس انا عارف ان انت بتحبنا وبتحبني، حبي ليك موصول يا سيدنا الرسول يا سيدنا النبي. انا واثق انك شفيعي وهتمد لي ايدك يوم العرض، ومش هتسيبني لوحدي، اصل انت حبيبي وانا حبيبك. انا كنت عارف اني احبك عشان انت بتحبني قبل ما احبك يا سيدنا النبي. انت نور الدنيا والاخره وهتفضل نور الدنيا والاخره، وهفضل على عهدك لغايه ما اقابلك يا سيدنا النبي. مساء جميل عليكم، يمكن يكون مساء متاخر شويه، بس ادينا يعني اهو بنحاول نكون في ركب الناس الطيبين. بمناسبه سيدنا النبي وحبيبنا اللي هنفضل نحبه لغايه ما نقابله عشان يمدلنا ايده ونشرب شربه طيبه من ايده الطاهره، بالمناسبه دي كان لسه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا أول امبارح. أنا اللقاء ده عجبني قوي لأنه يعتبر الوحيد، خلي بالك من الحتة اللي أنا هقولها دي عشان دي حتة مهمة جدا وتركز معايا فيها، يعتبر الرئيس الوحيد في العالم وفي العالم العربي وفي العالم أجمع اللي أبدى اعتراضه في فرنسا ذاتها. شوف الكلام جاي ازاي. سيادة الرئيس لما راح وقابل الرئيس ماكرون في فرنسا في الزيارة اللي كانت أول امبارح دي، كان الموضوع ليه حيثيات كده لازم نفهمها، أصل احنا دولة مش قليلة خلي بالك، عشان الناس بتقولك انتوا مصريين مش عارف ايه، يا حبيبي احنا افضل شعب واجمل شعب واطيب شعب، واللي ما يعرفش كده يبقى ما بيفهمش حاجة. سيادة الرئيس وهو في المؤتمر قال كلام خطير جدا، يا ريت الفيديو يكون جاهز معانا. طب يا ريت كده نلعب الفيديو كده عشان نشوف الكلام الجميل ده، عشان الكلام ده هنعلق عليه بطريقتنا. ده امر احنا ادناه
عن طريق الخارجية المصرية وعن طريق الأزهر الشريف كمؤسسة دينية بتتسم بالاعتدال وتقدم الدين الإسلامي كدين وسطي جيد. اللي أنا عايز أقوله في النقطة دي، وأرجو أن احنا أصدقائنا في فرنسا وفي العالم كله ينتبه لها، وأرجو يعني أنا مش هاخد المقاربة بتاعت زميلنا اللي سأل وقال إن احنا يعني ده حق من حقوق الإنسان. عايز أقول هو من حق الإنسان إنه هو يبقى يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه، ولكن أتصور إن احنا محتاجين نتوقف ونتأمل، وأرجو إن الرسالة دي تصل لكل أصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا، حتى في منطقتنا، إن مهم أوي إن احنا وإحنا بنعبر عن رأينا إن احنا ما نقولش من أجل القيم الإنسانية تنتهك قيم دينية. المرتبة بتاعت القيم الدينية أعلى كتير من القيم الإنسانية، لأن القيم الإنسانية هي قيم إحنا اللي عملناها ونستطيع إن إحنا نطورها أو نعمل لها ترشيد في استخدامها. إنما القيم الدينية دي قيم، إذا كنا بنعترف إن الأديان دي نزلت من قبل الخالق العظيم سبحانه وتعالى ربنا، فهي تسمو ومقدسة فوق كل المعاني وكل القيم. وبالتالي أتصور إن التساوي بين قيم إنسانية ونحن نحترمها ونقبلها وبين قيم دينية يبقى في أمر محتاج مننا زي ما أقول منتهى الهدوء منتهى التوازن من غير ما ننفعل خالص. من فضلكم يعني يتصور يعني إذا كان إنك تقول تعبر عن رأيك يكون سبب في جرح مشاعر مئات الملايين، وترى أن هذا الأمر لا يمكن يعني حتى توجيه مراجعة لي، إحنا بنتكلمش على كل الحرية بنتكلمش على كل التعبير، بنتكلم عن النقطة دي بس. أرفض ما تؤمنش ما فيش مشكلة، ده حق، لكن إنك تجرح ملايين الناس في مشاعرهم الإيمانية أمر ما تصور بالقيم الرفيعة اللي موجودة في فرنسا وموجودة في العالم المتقدم اللي يرفض المساس بحقوق ومشاعر الآخرين، إن هو يجرح مئات الملايين ويهنهم في دينهم. أتصور إن ده موضوع محتاج بالراحة. شوف الكلام بقى يلي انتوا دايما بتعترضوا ودايما بتقولوا يعني كلام، وتقولوا ان احنا بنضحك على بعض، وتقولوا ان احنا ما عندناش حد بيرد. لا، ده احنا ردينا، ده سيادة الرئيس رد وفي عقر دار فرنسا، وبص بصة للرئيس ماكرون لو انتوا خدتوا بالكم في المؤتمر، بصوا له بصة كده بتعبر عن شيء معين. انا زعلان، بيقول له يا ماكرون أنا زعلان، بطريقة معينة كده دبلوماسية وبطريقة فيها شياكة. قال له أنا لا أتخيل، ودي حقيقة فعلا، أنا عجبني الرد قوي. القيم الإنسانية دي إحنا اللي عملناها، فالقيم الإنسانية بأي حال من الأحوال لا يمكن تبقى أفضل وأعلى من القيم الدينية. عندكم رد زي ده؟ أنا مش بطبل ولا بقول كلام من باب التجمل أو من باب إن أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي أو لا، أنا بقول لك رد دبلوماسي جميل. أول حاجة قال له بص بهدوء كده وبدون عصبية، أنا لا أتصور إن في فرنسا دولة الحريات، أنا معاك في الحريات بس النقطة دي بالذات لا، لازم أبدي اعتراضي. وراح باصص للرئيس ماكرون بطريقة معينة كده وراح لافف وقال له إلا النقطة دي أنا مش متخيل، لازم تتوقف عند هذه النقطة. هو بيكلم مين؟ بيكلم رئيس من أكبر دول العالم المتقدمة، وبيقول لهم إزاي الدول المتقدمة دي إزاي اللي بترعى القيم الإنسانية ونحن نحترم القيم الإنسانية، بس أنا هقولك يا ماكرون، وقالها له بصراحة كده،
الناس ما خدتش بالها من الكلام ده على فكره، في ناس كتير جدا ما خدوش بالهم ان الكلام موجه. سيدنا النبي تاج راسنا، اللي يقرب منه دي نار بتحرق، اي حد يقرب منها سيدنا النبي ده مغلف، ربنا اللي حميه، ربنا اللي حافظه حي وميت. طبت حيا يا وميتا يا رسول الله، غاب عن الدنيا وهو سيدها ولا يزال سيدها وسيظل سيدها سيدنا النبي. فقال لهم، وانا عجبتني الجمله قوي، القيم الانسانيه دي احنا اللي صنعناها، لان خلي بالك الانسان بطبيعته ناقص، بطبيعته غير مكتمل، لا يمتلك الكمال، الكمال لله وحده. فالقيم الإنسانية اللي حضراتكم بتنادوا بها في فرنسا دي يا سيادة الرئيس ماكرون، مع احترامي لحضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول له القيم الإنسانية دي جرحت مشاعرنا، إلا النقطة دي اعملوا اللي انتوا عايزينه، حرية براحتكم، لكن القيم الدينية ثابتة. وقال لهم إن احنا أبدينا اعتراضنا، خلي بالك من الكلام عشان الكلام ده مهم قوي، الكلام ده مثبت عند ربنا. اصل انت النهارده لما تزعل على سيدنا النبي هتتكتب لك، لما تغضب هتتكتب لك، ايه اللي يحصل؟ هيقابلك سيدنا النبي يوم القيامه، تعالى يا محمود، تعالى يا عبد الفتاح، تعالى يا عبد السميع، تعالى يا حسين، انت زعلت عشاني في الدنيا وانا بفرحك النهارده في الاخره. يفرحك، يقابلك ببسمة ويشربك من إيده. عشان كده ده ما فيهوش تمثيل يا جماعة، حب النبي ده ثابت في القلب والروح وجوه العين. فقال لهم القيم الإنسانية بأي حال من الأحوال لا ترتقي فوق القيم الدينية، وقد اعترضنا على هذا الأمر من خلال الخارجية المصرية ومن خلال الأزهر الشريف الذي يعبر عن الدين المعتدل. الله الله، كلام جميل ومنضبط. واوعوا تجرحوا مشاعرنا عشان احنا مئات الملايين. وخلي بالك سبحان الله، لو انت خدت بالك من كلام سيادة الرئيس هتلاقيه في اللحظة اللي بيبدي فيها اعتراضه راح لافف وعادل وشه على ماكرون. كان ممكن يوجه الكلام للصحفيين عادي، يبقى كلام عام، لكن قال له لأ، أنا بلف لك أنت وببدي اعتراضي في وجهك أنت، عاوز أعرفك قيمة سيدنا النبي. محدش خد باله من الجزئية دي إلا اللي فاهم. كان ممكن يوجه الكلام عادي كده عابر في الوش، مفيش مشاكل، لكن لما يلف ووجه الكلام للرئيس ماكرون يقول له أنت بتقول قيم إنسانية وبتقول في حرية تعبير في فرنسا، ماشي. قال له أنا لا أتخيل أن القيم الإنسانية اللي إحنا بندعي أننا نملك القيم الإنسانية اللي صنعها الإنسان، لا أتخيل بأي حال من الأحوال أنها ترتقي على القيم الدينية، وأنا بأبدي اعتراضي وبأبدي غضبي عشان ده سيدنا النبي. النقطة دي ما ينفعش. تحية مني لكل إنسان محترم أبدى اعتراضه وغضبه وزعله للإساءة لسيدنا النبي، أصل ده روح الروح وعين القلب من جوه. وطول ما أنت بتعلن غضبك ربنا يكرمك ويبارك لك وينور حياتك وينور بصيرتك، أصل هو مفتاح الوصول، ده نور النور يا جماعة. تخيل وراح وقال في عقر دار فرنسا ولم يدخر قولا إلا وقالوا في هذا المكان وأبدى اعتراضه. ويا جماعة لازم نفهم إن سيدنا النبي هيظل فوق الراس، طبت حيا وميتا يا رسول الله. نيجي بقى للترندات اللي أنا شايف إن هي اتغيرت، وأصبحت السوشيال ميديا بتغير في حياتنا كتير، ودي رسالة مهمة لازم أقولها،
وانا حابب ان انا اوضحها. في ترند ظهر على السوشيال ميديا، طفل اسمه طفل الليمون. الطفل ده عمل ترند الاسبوع اللي فات. انا بصراحه شايف الطفل ده نموذج محترم، نموذج للطفوله التي تعبر عن الرجوله. طفل بيبيع ليمون وعنده عزه نفس. في الفيديو المشهور اللي انتشر على السوشيال ميديا، يا ريت الاستاذ وليد يلعب لنا الفيديو ده، نلعب الفيديو كده يا جماعه ونشوفه، عشان بس نفهم احنا بنتكلم على مين كده. من الساعة 6 او 7 هناخد ليمون وننزل ابيعه وارجع يا اخواتي الساعة 10. اهو عندي اخوه البنات، البت والولد اللي انت شفتيه، اخويا الكبير بس من ام تانية متجوزة. متجوز اهو ومراته بترعان يا اخواتي، وانا بطلع وبرجع يا اخواتي. اختي الصغيره دخلتها الحضانه، العيال ضربها رحت مطلعها. انا اللي بدفع ايجار البيت 400 جنيه، ب 150 ب 200 وباخد لي 50، وصاحب الشغل بياخد ثمن ليمون. ده احنا موجودين بس ما بناخدش حاجه من حد. كنا بنطلع نشتغل، اللي بيجي يدونا على حاجه وهم ماشيين ما بنرضاش ناخدها. انا ببيع ليمون وبتعب وبشجع عشان الجنيه، وبتعب عشان ما بناخدش حاجه من حد. نفسنا حاجه ناكله منها عيش، نقعد مش عايزين نتم نتحرش زي كده، بيت نقعد فينا واخواتي. نفسي اودي اخواتي المدرسه ويتعلم. من الساعه 6 او 7 هناخد ليمون وننزل ابيعه وارجع يا اخواتي. الطفل المصري في أزهى صوره، يا ابني اللي لسه بتاكل آيس كريم، يا اللي بتروح تجيب المصاصة، يا اللي يعني واخد بالك لو بابا ما جابلكش ال واخد بالك الكورن فليكس هتتضايق وتزعل يا حبيبي. لو بابا ما جابلكش واخد بالك الموبايل الايفون هتبقى انت متضايق وزعلان. بابا مقصر في حقي، بابا مزعلني. اتفرج، طفل بيعلم العالم كله، طفل عنده عزه نفس. والله تقف قدامه تحس ان انت هوى، ان انت مش شيء. والله العظيم طفل زي ده 10 سنين اسمه أحمد، بيبيع ليمون. بيبيع ليمون بس؟ لا يا حبيبي، مش بيبيع ليمون بس، ده بيبيع ليمون وبيصرف على اخواته الاتنين. اصل ام وابوه توفاهم الله، اصل ام وابوه توفاهم الله. يا سلام على الكلام، حاجة تحزنك، حاجة تخليك تعرف ان انت مالكش قيمة بدون عزة النفس دي. الولد ده ضرب مثل يا جماعة في قيم الإنسانية وعزة النفس. بنحني وبضرب له تعظيم سلام وبقول له يحميك ويحفظك يا ابني. والله العظيم أطفالنا يتعلموا منه. الشباب اللي واقف على الناصية ومش عارف يشتغل ايه، يتعلم من الطفل ده بيصرف على اخواته الاتنين اصلهم ايتام. ده بيدفع ايجار الشقة 400 جنيه من عرقه. الراجل بيعرض عليه فلوس، قال له لا، تشتري مني ليمون اهلا وسهلا، ما باخدش فلوس من حد، انت مش احسن مني. ياللي واقف على الناصية فوق، ياللي بتقول مفيش شغل، اتفرج على الولد واتعلم تبقى راجل. ده ضرب مثل للشعب المصري العزيز. طفل اهو بيبيع ليمون بعزة نفس، بالحلال،
عشر سنين مين علمه العزة دي؟ مين علمه يصرف على اخواته كده؟ مين ده؟ ده طفل مصري اسمه احمد. انا بصراحة بقول للشباب اتعلموا القدوة من الطفل ده. رب أسرة وعنده عشر سنين، محترم وعنده عشر سنين، عزيز النفس وعنده عشر سنين. أنا متأكد إن الولد ده لما يبقى رب أسرة ويبقى راجل ويتجوز هيبقى أرجل واحد، لأنه عرف الحلال من الحرام. آه والله عندنا نماذج مشرفة ومش متعلم، مش في مدرسة. أصل الأصول دي يا حبيبي مش بالعلم، الأصول دي ربنا بيديها لك من تربية أمك وأبوك. وأسيبكم ونخش بقى معانا الدكتور حسن يا جماعة. ألو ألو أيوه يا دكتور، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا. إزيك يا دكتور؟ دكتور حسن عبد الكريم يا جماعة، كان حاضر النهاردة المؤتمر بتاع الرقابة الإدارية، لأن النهاردة امبارح كان اليوم العالمي لمحاربة ومكافحة الفساد. أنا بتكلم صح كده يا دكتور؟ أكيد يا فندم، النهاردة 9 ديسمبر اليوم العالمي بالفعل لمكافحة الفساد. آه، طب وإحنا الفساد أخباره عندنا إيه في مصر يا دكتور؟ أنا أولاً بداية أستاذ وائل بحيي حضرتك. الله يكرمك. وبحيي المشاهدين الكرام في برنامج سيادتك. الله يكرمك. وبحيي حضرتك على البرنامج المتميز اللي دايما ما بتثير فيه اشياء مؤثره للمجتمع في مصر، فانا بشكر سعادتك ربنا يكرمك على هذا البرنامج المتميز. احنا اللي متشكرين حضرتك دخلت معانا يعني، وهتعرفنا شويه حاجات ما نعرفهاش يعني. اكيد. طيب النهارده بمناسبه محاربه الفساد، احنا رقمنا كام في محاربة الفساد على مستوى العالم؟ خلينا نقول الاول استاذ وائل. أيوة. في البداية انه المؤشرات اللي كانت بترصدها منظمة الشفافية الدولية كان بيصنف مصر من اكثر الدول المتأخرة في محاربة الفساد، وده جه في مؤشرات 2008 و2009 و2010 و2012. تمام. ثم حدث تقدم ملحوظ لمصر اعتبارا من عام 2014، وده ليه سعادتك؟ الرئيس السيسي تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وده تم في اليوم العالمي لمكافحة. طب خلينا نتكلم الفساد عشان الناس تفهم، عشان بس ما يقولوش ان احنا بنطبل وبنقول كلام بنطبل للرئيس والكلام اللي ما بحبوش ده. انا بحب اتكلم كلام عملي. سؤال. تماما. ايه المنظومة اللي اتعملت في الدولة نوضحها يا دكتور حسن بنحارب بيها الفساد، وايه هي الاجهزة اللي بتحارب الفساد في بلدنا، ونسبة الفساد اندثرت لقد ايه في البلد؟ طيب احنا في الاول لسه ما كملناش موضوع بالنسبة لي. معلش انا قطعتك يعني. إيه؟ انا قطعتك بس عاوز، اصل المشاهدين عندنا ايه يعني بيحبوا الشفافيه شويه. تمام. اولا الكلام اللي انا بقوله حضرتك ده مش من عندي. تمام. ده كلام بقوله لحضرتك المؤشرات اللي بتصدرها منظمه الشفافيه الدوليه. تمام. ده كلام مش من عندنا احنا، ده تابع للامم المتحده. على سبيل المثال حضرتك يا دكتور، معلش، ان مصر قفزت. دكتور سامعني؟ مركز سمعني يا دكتور. مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 اللي اعلنت عنه منظمه الشفافيه الدوليه عن نتائجه، لتحتل المرتبه 105 من اصل 180 دوله. تمام. بعد ما عاد كانت مصر ال 117. اذا هذا هو تقرير لمنظمه دوليه، ده الكلام ده مش من عندنا. الكلام ده منظمه الشفافيه الدوليه هي اللي بتقوله. تابعه للامم المتحده دي يا دكتور؟ تابعه للامم المتحده منظمه الشفافيه دي؟ ده جهاز حكومي منفصل، وده مقره برلين في المانيا. يعني ما فيش واسطه ولا محسوبيه فيه؟ لا معاليك، ده في المانيا وبرلين ومعروف يعني. طيب
جهاز منفصل غير حكومي وغير تابع للدول اساسا. تمام. بالنسبه للاجهزه اللي بتحارب الفساد في مصر، يوجد 26 جهه وهيئه وجهاز يقوم بدور في مكافحه الفساد. طب ممكن تقول لنا كده بعض الجهات على سبيل المثال لو سمحت؟ على سبيل المثال مباحث الاموال العامه، نيابه الاموال العامه، الكسب غير المشروع، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئه الرقابه الاداريه، وحده غسيل الاموال، النيابه الاداريه. وهرجع لسؤال حضرتك، بتقول اخبارنا ايه في مصر؟ واخبار الفساد، المواطن شاف الفتره اللي فاتت اعتقد يعني على سبيل المثال دور هيئه الرقابه الاداريه وما فعلته، لم تفرق ما بين كبير وصغير. هنا الرقابه الاداريه دخلت دخلت القضاء ودخلت النوادي الرياضيه ودخلت كل مؤسسات الدوله تقريبا، وده تطبيقا للاستراتيجيه اللي نادى بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كله هيتحاسب. طيب خلاص، هو الكلام ده جميل. النهارده بقى في المؤتمر، وكان الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم النهارده وقال ان احنا يعني في عصر جديد لمكافحه الفساد. ممكن تفسر لي الجمله دي؟ احنا اولا هو المؤتمر النهارده اللي انا كنت مشارك فيه وحاضر فيه ده كان مؤتمر الاتحاد العام لعمال مصر، تمام، بالاشتراك مع الاتحاد العام للإدارات القانونية، وكان في ممثل عن وزير القوى العاملة ومساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ووكيل هيئة الرقابة الإدارية. بس هو الموضوع برضو مكافحة الفساد. مكافحة الفساد النهارده. طيب احنا قدرنا نحقق نجاحات في المنظومة دي؟ اكيد طبعا. طب ما انا مش عايز اكيد، انا عايز كلام بقى عملي، عايز كلام عملي. ما هو معاليك النهارده احنا بنتكلم. طب انا هقول حاجه يعني هقول لحضرتك على حاجه كده، هقول لك بالبلدي كده، رجعنا فلوس من الفساد بمقدار قد ايه؟ هي ما عنديش ارقام، ولكن في عندي هنا مثلا على سبيل المثال التعديات اللي حصلت على املاك الدوله. ماشي، ده كلام حصل صح. طب استردنا قد ايه من املاك الدولة؟ انا ما عنديش ارقام محددة اقدر اقول عليها، ولكن احنا بنشوف كل يوم تطور في استرداد اموال الدولة ومجابهة الفساد على كافة الاصعدة. النهارده انا بقول لسعادتك ده، انا اعتقد ان دي مليارات، صح كده معايا يا دكتور؟ انا عاوز اعتقد ان احنا استردنا املاك دولة بمقدار المليارات. اكيد طبعا. طيب ده كويس. طب النقطة يعني غير استرداد املاك الدولة، للكافة يعني غير استرداد املاك الدولة، ايه تاني حققناه في محاربة الفساد؟ حققنا في محاربة الفساد حاجات كتير، يعني النهارده احنا بنتكلم في الوعي دلوقتي لدى الموظفين ولدى المسؤولين. دلوقتي لما هو عارف اصلا ما فيش حد كبير على المحاسبة، النهارده الموظف المسؤول دلوقتي غير الاول. دلوقتي في عصر احنا بنحاسب فيه. صحيح احنا شفنا على سبيل المثال، وانا قلت لحضرتك انا بشارك حضرتك، احنا دلوقتي حتى الاجهزه الرياضيه الانديه الرياضيه، لا خلينا بعيد عن الانديه الرياضيه، خلينا في الحاجه الجميله اللي انا عايز اشارك حضرتك فيها. فعلا احنا شفنا في الفتره اللي فاتت محافظين بيتحالوا للتحقيق، مسؤولين كبار بيتحالوا للتحقيق وبيتحبسوا في حاله الفساد بدون اي تدخل من الدوله للدفاع عنهم. ده حصل. ده حصل كتير، وشفنا، وانا قلت لحضرتك ضربت امثله واحنا مش عاوزين نقول اسماء. ولكن احنا كل يوم بنطالع الاخبار وبنقرا وبنشوف النشرات وقد ايه مقدار الضبطيات اللي حصلت في الفساد في كافه الاصعده وفي كافه مؤسسات الدوله، وازاي دخل جهاز الرقابه الاداريه اللي هو كان انشط جهاز الفتره اللي فاتت وحقق بالفعل نجاحات كبيره جدا في كافه الاصعده وفي الدخول
في بص يا دكتور، بص يا دكتور، انا هقول لك على حاجه كده عشان انا بحب انزل شويه للجماعه المشاهدين بتوعنا اللي هم ايه يعني مش فاهمين يعني احنا بنتكلم، مش عايزين نتكلم كلام اكاديمي، احنا عايزين نقول لهم احنا عندنا دوله بتحافظ عليكم، عندنا دوله بتساعد على انقاص الفساد بشتى السبل. احنا بفضل الله، انت لما حضرت المؤتمر النهارده وشفت النجاحات دي حاسس بالاطمئنان؟ ممكن توصل لنا رساله الطمانينه دي؟ طيب انا اقول لحضرتك، طبعا انت دايما برنامج حضرتك يعني معروف عنه الشفافيه، الحمد لله، وده حقيقي يعني والمصارحه. فالسؤال ده من حضرتك ممكن فعلا المشاهد العادي يقول لنا الله، طب انا مش حاسس بحاجه، صحيح انا مش شايف ده، يعني في ناس لغايه النهارده كده، في ناس لغايه النهارده يا 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 دكتور حسن وحضرتك يعني سامحني في اللي انا هقوله ويمكن كتير من الناس عارفين، في ناس ما بتعرفش تخلص مصالحها لغايه دلوقتي، ربنا يعني يسامحني في اللي هقوله، غير لما بتعمل يعني ايه يقول لك شايب الياسمين لسه. طيب في الكلام ده، هو طبعا احنا بنقول ان الموضوع ده ده تراكمات عبر عصور كثيره، يعني النهارده ده مش هيخلص بين يوم وليله، وده مش كلام اكاديمي، وموجود ده في موجود في كل دول العالم، ده موجود في كل دول العالم وموجود عبر يعني عقود طويله هنا عندنا في مصر. فالنهارده طيب انت يعني عشان تشوف المردود في مكافحه الفساد واللي عملته الدوله ده مش هيحسه المواطن العادي دلوقتي، بس ان شاء الله الفتره القادمه ممكن بعد اثنين بعد ثلاثه هيلاقي ده مردوده عليه في المستقبل القادم باذن الله، لان زي ما احنا قلنا دي تراكمات كبيره جدا لعقود من الزمن. فانت ما تحاسبنيش على عقود كبيره من الزمن كان فيها فساد متغلغل. طيب انا داخل اظن الجهاز الاداري للدوله، انا اظن وحضرتك معايا كده على الهوا ان احنا من خلال التكنولوجيا الحديثه ومن خلال التطور التكنولوجي العالمي أصبحنا دلوقتي بنمتلك أجهزة تساعد على منع والوصول إلى المفسدين بطرق سهلة جدا. هل أنتوا تطرقتم في المؤتمر للكلام ده ولا كان الكلام محدود؟ لا طبعا تطرقنا، لأنه احنا قلنا أن المفترض يتوفر البيئة الكاملة والكاملة للجهات الرقابية والقضائيه القائمه على انفاذ الاستراتيجيه. انا اقول لحضرتك على حاجه خاصه بعملنا احنا كمحامي الادارات القانونيه. تمام. النهارده احنا من ضمن التوصيات كنا بنتكلم في وجود السيد المستشار مساعد وزير العدل. وراجل انصت لنا كثيرا. بنتكلم على استقلاليه محامو الادارات القانونيه في الحفاظ على المال العام، وهو يعني شكل من اشكال مكافحه الفساد المتغلغل داخل الدوله. النهارده كنا بنتكلم على لائحه موحده ايوه لجميع محامو الادارات القانونيه، لانه في ظل تعديل قانون قطاع الاعمال العام، طبعا الادارات القانونيه كانت تابعه لاداره التفتيش الفني بوزاره العدل. فطبعا هنا احنا بنتكلم على في ظل التعديل ان يكون هناك لائحه جديدة موحدة لمحامي الإدارات القانونية، لأن تمام. النهارده طب اللائحة الموحدة دي القانونية هو حامل الأمان العام. اللائحة الموحدة اللي حضراتكم ناديتوا بيها دي هتفيد المواطن البسيط بإيه؟ هتفيد إن أنا لما آجي أحافظ على المال العام، أمارس شغل باستقلالية تامة. تمام. مش هيبقى علي قيود، هتمتع بحرية وبالتالي هجابي هذا الفساد وأحافظ على المال العام. تمام. وده هيترتب مردوده على المواطن العادي ان انا حافظ له على المال اللي هو مال الدوله اللي هو مال الشعب. تمام. لما يكون انا ليا استقلاليه في عملي فده هيحافظ اكيد على المال العام وهيترتب مردوده على المواطن العادي داخل الدوله. طيب احنا طبعا عشان وقت برنامجنا احنا سعداء بتواجد حضرتك معانا في هذه المداخله الكريمه من حضرتك، وبنشكر حضرتك على الهوى، وإن شاء الله نلتقي قريبا في مداخلات أخرى. كان معنا الدكتور حسن عبد الكريم، كان يحضر بصفة قانونية
في مؤتمر مكافحة الفساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد. خلي بالك وانت معايا على الهوا كده، عايز اقول لك ان الفساد موجود من ايام فرعون، من ايام فرعون، وهيظل الفساد موجود بس بنسب. ترجع لضميرك وضميري، ترجع لاخلاقك واخلاقي، ترجع لتربيه امي وابويا وتربيه امك وابوك. اصل خلي بالك في ناس تقول لك بص ده متربي على طبليه ابوه. اه والله، يعني ايه متربي على طبليه ابوه؟ يعني متربي على الاصول، يعني ما بياكلش حرام، يعني بيخاف على الناس ويطبطب على الغلبان ويطبطب على الفقير. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمة جميلة في مكافحة الفساد في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال احنا بنحارب حقوق الإنسان بعمل حياة كريمة للمواطن. دي طريقة لمحاربة الفساد، ان انت تجعل المواطن يعيش حياة كريمة. ليه بقى؟ لان انت لما تخليه يعيش حياة كريمة هيبقى شبعان، مش هيعادي دولته، هيخاف على الشجرة، هيخاف على الطريق، هيخاف يكسر الطريق، هيخاف على المصالح الحكومية. لذلك محاربة الفساد بشتى صوره محتاج ان احنا نعيش الناس حياة كريمة عشان الناس تحب البلد. النهاردة لما بتنشأ مجتمعات عمرانية جديدة وبيطلع شباب كويس وشباب شاطر وشباب ناجح، انا لسه عرض لكم نموذج لطفل فقير مش متعلم بس عنده عزة نفس، هو اللي عمل الترند الاسبوع اللي فات، مش محمد رمضان، ده عمل ترند نمبر 1، احمد الطفل بائع الليمون. اهو ده نموذج لمحاربة الفساد. اه والله العظيم، طفل ما راحش سرق عشان يأكل اخواته الايتام، طفل راح يبيع ليمون عشان يدفع ايجار الشقة اللي قاعد فيها مع اخواته الايتام ويصرف على سته، الست الكبيرة، ويدفع ايجار الشقة 400 جنيه. وعندنا شباب قاعد على الماسنجر وقاعد على واخد بالك التيك توك وقاعد يعمل فيديوهات ويقول لك والنبي اعمل لي لايك، والنبي اعمل لي شير، والنبي اعمل لي مش عارف ايه، والنبي اصل وحياه انا حبيبه خصيمك النبي تعمل لي شير، انا عايز ابقى ترند، وانا مش عارف مراهن مين. يا ابني ده انت زبلت الزباله، ده انت حقير. لما الواحد يشوف طفل زي ده، نموذج مصري لطفل شريف بياكل حلال، اضرب له تعظيم سلام واقول له انت راجل وابن راجل، وابوك الله يرحمه كان بياكل حلال. اتحدى ان ابو الطفل ده كان بياكل حلال، اتحدى كان راجل بياكل حلال. ليه؟ ما هو الحلال بينبت حلال والحرام بينبت حرام. مش زي الشاب، شوف العكس بقى، ده طفل ابوه توفى امه توفت، بيربي اولاده بيربي اخواته الصغار وبيطعمهم ومستكفي وعنده عزه نفس. الدكتور عمرو الليثي بيقول له انت بتخرج الساعه كام؟ قال له بخرج الساعه 7 الصبح وبرجع الساعه 10 بالليل. قال له ما بتستريحش طول النهار واقف على رجلك؟ قال له مش فارقه، المهم ارجع لاخواتي واجيب لهم اللي هم عايزينه. يا اتعلموا يا مصريين الرجوله، اتعلموا الرجوله من طفل عنده 10 سنين. اه والله، يحزنك على نفسك، تحس ان انت قليل قدام عزه نفس الطفل ده. والله العظيم معانا اتصال. الو،
معانا الاستاذ وليد من الحرفيين. الو 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 الو، معانا اتصال. الو 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 ايوه ايوه سمعني كده؟ اتفضل حضرتك. ايه يا فندم، ما احنا بنتكلم على موضوع الحرفيين. ايه في ايه عندكم في الحرفيين؟ موضوع المواعيد يا فندم اللي لسه منزلينها جديد اليومين اللي فاتوا. ايوه معاك، اتفضل اتفضل. حضرتك هو دلوقتي بيقول لك افتح من الساعة 7 الصبح لغاية 7 7 لغاية 6 المغرب. 6 مساء. دلوقتي حضرتك احنا عايزين نشوف الموضوع ده. ان حضرتك تتكلموا في الموضوع ده، ان يعني التوقيت دوت الزباين بتيجي ما بتجيش الحرفيين، يعني الزبون بيخلص شغله ممكن على الساعه 4 يجي لنا. انتوا شغلكم، قصدك تقول ان شغلكم بيبدا متاخر شويه. شغلنا بتيجي متاخر شويه، فاحنا بنقول يا ريت يمدوها بس لغايه الساعه 10 بالليل. انتوا كام واحد يا استاذ؟ احنا كتير يا فندم. كل كام الورش. يعني كام يعني كام كده؟ لا حوالي فوق ال 1000 ورشه. مدينه الحرفيين بالكامل؟ اه. طيب ما احنا عاوزين لو حاجه زي كده نعمل شكوى محترمه وبنسمع صوتكم للجهات المسؤوله ونكلم ونبلغ الشكوى لمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء، والناس بتنظر وبتبحث ربما يعدلوا لكم المواعيد، عشان طبعا انتوا فاتحين بيوت. انا فاهم قصدك ان انتوا فاتحين بيوت. حضرتك احنا انا كبالنسبه لي كصاحب ورشه انا ممكن مش هيتاثر معايا شويه، بس هيتاثر على الصنايعي اللي عندي. الصنايعي اللي عندي حضرتك بدل ما اديله اجره كامله هديله نص اجره. قصدك تقول يعني هيؤثر على البيوت عندكم؟ هيأثر على الناس كلها. هيأثر على الناس كلها يا فندم. طيب هو احنا طبعا انا مرحب بمداخله حضرتك ومرحب بكلام حضرتك، وكلامك يسمع لان انت مواطن مصري، وانتوا مجموعه انتوا الحرفيين كلها بتشتكي من الموضوع ده. بتشتكي كلها الحرفيين كلها حضرتك. طيب احنا برضو واحنا مع الهوا كده يا ريت تكلم 616 528 وتعملوا شكوى جماعيه السيد رئيس مجلس الوزراء، وانا بسمع صوتكم من خلال برنامج ضد الفوضى، لان دي شكوى مهمه ربما يكون الامور عندكم محتاجه شويه نفتح شويه ليهم، عشان دي بيوت مفتوحه، عشان دي بيوت ناس عندها اشغال وناس عندها اولاد ومحتاجين شويه مصاريف ومحتاجين نساعدهم ونقف معاهم، ودولتنا اكيد اكيد هتنظر في هذا الامر، وباذن الله نسمع اخبار كويسه نحاول نساعد الصناعيه دول واصحاب الورش. بس يمكن انتوا تكونوا بتصحوا متاخر بقى. نعم انتوا برضو الصناعيه برضو يحبوا يصحوا متاخرين شويه. لا صدقني، لا احنا كنا حضرتك بنبقى متواجدين في الورشه من الساعه 10 الصبح. بنمشي حضرتك انت عارف الشتاء الساعه والكلام ده، فبنمشي على حوالي الساعه 9 بالليل، ما بنمشيش متاخر قوي. طيب عموما حضرتك. عموما شكوى حضرتك وصلت وسمعت ان شاء الله. انا محتاج بس ان انت تتصل ب 16528 وتديني رقم الشكوى في مجلس الوزراء، وانا هتابعها لك باذن الله سبحانه وتعالى. ويا ريت تبقى شكوى جماعيه عشان تسمع ويؤخذ بيها، ما يبقاش فرد واحد اللي بيشتكي بس. ماشي. متشكرين لمداخله حضرتك. متشكرين. متشكرين. الو 16528 ده الخط الساخن لمجلس الوزراء. شكر لحضرتك. طيب نرجع بقى يا جماعة موضوع كده على السريع، يا ريت بقى لو كان في برضو شكوى المستشار رجب حسان. طيب تمام. الأستاذ وليد بيقول لي قدام، لا لسه بدري يا أستاذ وليد على فكرة، أنا مركز قوي في الوقت المرة دي وإحنا على الهوا. ماشي. طيب أنا بقى هتكلم على نقطة ثانية مهمة جدا. في طفل يا جماعة برضو ترند تاني عجبني، يا ريت ننزل صورته كده. الولد ده شاف الـ هو بيحب الكورة، فشاف الأطفال جوه في النادي بيتدربوا، فطبعا راح يخش النادي. قالوا له يا حبيبي أنت مش مشترك. ما أصل برضو الأندية بالاشتراك، ما هنضحك على نفسينا الأندية بالاشتراك.
اللي معاه فلوس بيخش النادي وبيشترك، اللي معهوش ما يلزموش. معاك تمام، معاكش ما يلزمكش. هنضحك على نفسنا، دي الحقيقة. الطفل ده بقى الترند ده التاني عجبني قوي، راح ورا النادي وقعد يعمل التمرينات اللي كانوا الأطفال جوه النادي بيعملوها، وقعد يتدرب زيهم، هم يتنططوا هو يتنطط زيهم. راحت السوشيال ميديا، واحد من الناس راح مصوره وراح منزله على السوشيال ميديا، بقى ترند. احنا بنشكر السوشيال ميديا الجميلة. طيب هنكمل يا جماعة موضوع الترند بتاع الطفل ده، بس معانا مداخلة من المستشار رجب حسان بخصوص الرسوم القانونية التي أضيفت. ألو؟ 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 طيب لغاية ما المستشار رجب يبقى معانا يا جماعة. فالولد نكمل بقى، الولد فلما كان بيتمرن من بره النادي السوشيال ميديا لقطوا له صوره، المهم ايه، ربنا سبحانه وتعالى رايد له يبقى موهبه. فنادي مصر المقصه تعاقد مع الطفل وتبناه. طيب معانا المستشار رجب. ايوه يا فندم، مع حضرتك. يا رجب بيه، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا قلبي، منورنا والله. الله يعزك يا فندم، الله يبارك فيك. أنا شايف ليك نشاط كده على الفيس مع السادة المحامين المحترمين، ونشاط مقبول وطيب إن شاء الله، وشايف إن أنتوا بتتحركوا تحركات جميلة، فكنت حابب أسمع منك الشكوى اللي حضرتك قلتها لي النهاردة. والله يا فندم إحنا فوجئنا بصدور قرار من السيد مدير إدارة النيابات بارتفاع رسوم، معلش تاني تاني يا رجب بيه كده، صدر القرار، صدر من مين؟ القرار صدر من مين؟ من مدير إدارة النيابات يا فندم. آه، برفع رسوم إدارة النيابات من 5 جنيه ل 50 جنيه بالنسبة للصيغة التنفيذية. الصيغة؟ يعني أنا للصيغة التنفيذية لأحكام النفقات يا فندم. تمام. نفقات. يعني أنا عايز أقول هنا نقطة برضه يا وائل بيه. يعني أنا برفع أصلاً دعوى النفقة عشان أقدر أجيب للزوجة ما يكفيها للعيش هي والصغار في بعد الخلافات الزوجية. طب ما تخلينا سرعة كده يا رجب بيه، ما تخلينا سرعة شوية. طب ما أنتوا برضه حيتان في أتعابكم، يعني ما بترحموش برضه. يا فندم ده القضايا، قضايا النفقات يكاد تكون مكاتب المحامين بتصرف عليها من معاه. ما هو مش كلهم رجب حسان يا استاذ رجب. والله يا وائل بيه انا ما اخبيش عليك، ده دي المأساة اللي بتعيشها الزوجة اصلا واحنا عايشينها معاهم. انت عايز تقول ان فيما يخص تلاقي الرسم الصيغة التنفيذية من 5 جنيه رسم الخدمة الموكلة. ما هو برضه ما هقول لحضرتك، يعني سامحني طبعا، انا لست مؤيد ولست معارض زي ما حضرتك عارف. ال 50 جنيه النهارده برضه مش رقم. ما هو يا فندم لما تيجي تزود رسم خدمه مميكنه بس من 5 جنيه ل 50 جنيه غير طبعا حضرتك الدعوه بقى رسمها بقى عليها قيمه مضافه، بقى عليها حضرتك اتعاب محاماه، فبقت رسوم الدعوه ذات نفسها بتاعت الدعوه عاليه جدا. يعني دعوى النفقه، دعوى النفقه، خلينا نتكلم بصراحه، دعوى النفقه كانت بتتكلف كام ودلوقتي بتتكلف كام؟ دعوى النفقه كان رسمها كله على بعضه ما بيكملش 3 جنيه وال 5 جنيه. تمام؟ بقى رسمها دلوقتي بيتعدى ال 150 جنيه. بقى تكلفة. طب ما هو اللي هيتكلفها الموكل مش حضرتك. ما يا فندم هيتكلفها الموكل. معلش سامحني انا بتكلم، انا بتكلم بصراحة كده مع المواطنين عشان برضه يبقى الكلام واضح يعني. لما تجيلي موكلة عايزة دعوة نفق عشان تتكفى بيها. تمام؟ واحنا مكتبنا في مناطق شعبية. تمام؟ انت اعتقد حضرتك ان الموكلة هتقدر تدفع الكلام ده؟ طبعا لا. فاحنا كمحامين بنتكفل احنا برسوم الدعاوى لحين تداول الدعوى الفصل فيها وصدور فيها احكام. طب ليه ما رفعتوش دعوى ايقاف في مجلس الدوله؟ عملت طعن يا فندم في مجلس الدوله بصفه احد المرشحين على مقعد امبابه في انتخابات نقابه الجيزه الفرعيه. تمام، في مجلس الدوله على القرار. طب الجلسه كانت امتى رجب بيه؟ الجلسه ان شاء الله باذن الله الشك العاجل فيها في الغالب 90% منها الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي. طب ان شاء الله لو صدر لك حكم تخش تبشرنا في البرنامج بقى. تمام يا وائل بيه، ده يشرفنا يا وائل بيه. الله يكرمك. طيب في حاجه تاني حضرتك كنت حابب تقولها معايا؟ طبعا يا وائل بيه، ده في نقطه تانيه. دلوقتي المدعين في دعاوى النفقات كانوا بياخدوا الاحكام بتاعت النفقات بيتوجهها لبنك ناصر.
بنك ناصر الاجتماعي كان مخصص 20 يوم في بداية الأمر لاستلام الطلبات وتجهيز الملفات. ال 20 يوم تم تقليصهم ل 10 ثم الخمس أيام. الأسبوع دوت أنا جات لأحد السيدات بتكلمني بتقول لي يا أستاذ رجب دخلوا ميعاد تسليم الملفات بتاع صرف النفقات يومين في الشهر. طب أنا عايز أسأل سؤال، الستات دي كلها هتصرف إزاي؟ الأحكام اللي طالعة من المحاكم بتاعة النفقات مش كفاية إن بنك مصر بيصرف 500 جنيه بس من إجمالي مبلغ النفقة المحكوم به؟ لا، ده كمان بقى يومين بيستلموا فيهم الطلبات. بقى تحس إن بنك مصر يا وائل بيه بيعرقل صرف أحكام النفقات الصادرة من القضاء. طيب ليه؟ أنا مش عارف. أنا 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 أولاً بشكر حضرتك على الهوا لأنك قلت نقطتين مهمين جداً، وهتفضل مشكورا نشكرك وهكمل انا، وبشكر حضرتك رجب استاذ المستشار رجب حسان كان معانا بخصوص النقطتين دول. يا جماعه اللي بيحصل ده بصراحه حاجات تزعل، يعني من 20 يوم صرف ليومين. طب احنا بنقول كورونا، لما نقول كورونا يبقى احنا اللي بنعمل الزحمه، احنا اللي بنعمل الناس الزحمه؟ ده كلام يا جماعه، ده كلام يزعل. يعني لازم الجهه الاداريه تنضبط في هذا الامر. طيب انا قبل ما اختم يا جماعه، عشان استاذ وليد بيقول لي برضو شكرا وانا بقول له متشكرين يا استاذ وليد، ولكن في نقطه مهمه جدا قبل ما 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 ما, ما خلص البرنامج. كنت لسه بقول لحضراتكم الطفل ده الموهبه ده نادي مصر المقاصه تبناه، تمام، حلو قوي. انا كنت قبل كده اتكلمت في جزئيه مهمه، انا محتاج من وزاره الشباب والرياضه ودي رسالتي البلدي، محتاج من وزاره الشباب والرياضه، انتوا النهارده كرمتوا الطفل ده ماشي، في اطفال كتير جدا زيه، ليه ما نفعلش مراكز الشباب؟ ليه ما ننزلش نبحث عن المواهب بتاعه الاطفال المدفونه دي؟ هو مارادونا ده كان ايه؟ كريستيانو رونالدو كان فقير، مارادونا كان فقير، محمد صلاح كان فقير، المواهب كلها جايه من الفقراء، المواهب كلها طالعه من تحت الارض، المواهب كلها طالعه من تحت. عشان كده يا ريت وزاره الشباب والرياضه تتبنى مراكز الشباب، يا ريت نتبنى المواهب، يا ريت نبحث عن الأطفال الموهوبة في كل حتة في بلدنا، بلدنا فيها مواهب عظيمة، نرجع لكل شوارع وحارات مصر عشان تفضل بلدنا محفوظة ونشوف أطفالنا عظماء بيحموا ويحفظوا ويرعوا هذا الوطن وعرينه. كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى، وصلي وسلم على حبيبي وتاج راسي سيدنا النبي عالي المقام غالي في القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.